السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا المقطع الرابع، مفهوم الصفيحه الصخريه، دونك لا نوسيون دو بلاك ليتوسفيريك. دائما انفيرس بلس اس في تي الخاص بالسنه الثانيه اعدادي. اذا غنبداو بالنشاط الاول، كومباريزون دو لا ريبارتيسيون مونديال دي سيزم اي دي فولكان، مقارنه التوزيع العالمي لكل من الزلازل والبراكين. اذا لاحظوا معي الوثيقه الاولى. اذا الوثيقه الاولى تبين التوزيع العالمي ديال الزلازل ترومبلومون دو تير، اذا دوك البؤر الزلزاليه. اذا لاحظوا، اذا البؤر الزلزاليه كاينين فواحد يعني مركزين فواحد المستويات اللي هما اذا محدده. لاحظوا اذا تقريبا كياخذوا واحد الشكل ديال القاره اللي كيحيطوا بها. اذا لاحظوا معي التركيز ديال او التموقع ديال هاد البؤر الزلزاليه اذا في الخريطه. غادي نشوفوا بالنسبه للوثيقه الثانيه نفس الشيء، التوزيع ديال البراكين. اذا الى لاحظتوا ريبارتيسيون مونديال دونك دي فولكان، كاين واحد التشابه بين هذوك المواقع اللي عندنا ديال البراكين نفسهم هما هذوك المواقع ديال الزلازل اللي شفنا في الصوره الاولى. نفس هذوك المواقع اللي كيعرفوا انشطه زلزاليه كيعرفوا حتى هما انشطه بركانيه. اذا هنا كيكون واحد يعني الانتشار ديال هذوك البؤر الزلزاليه والبراكين. اذا هذوك البراكين اذا متشابه بالنسبه يعني واحد المواقع اذا اللي تيحدوا الصفائح المكونه يعني الارض. دونك هذه هي الملاحظه الاولى. غادي نمشيو نشوفوا الملاحظه الثانيه. لا سورفاس دو لا تير دونك ان بوزل دو بلاك ليتوسفيريك. اذا غادي نشوفوا المفهوم بالنسبه لهذا النشاط، هذا المفهوم ديال الصفيحه الصخريه. اذا الى لاحظتوا اذا عندنا بزاف ديال الصفائح اذا بالنسبه لافريقيا. اذا هذه هي البلاك افريكان، اذا راه ماشي هي القاره بوحدها يعني القاره الصخريه. اذا فهي عندها واحد النسبه حتى من المحيط اللي داير بهذيك القاره. باغ اكزومبل البلاك اوستراليان، اذا هي هذه اذا الصفيحه الصخريه الخاصه بها. دونك بلاك سود امريكان حتى هي، دونك بلاك باسيفيك، بلاك اوغازيان. اذا فالارض اذا السطح ديال الارض بحال شي بوزل، بحال هذوك لي بوزل اللي كيكونوا متكاملين بيناتهم اذا ديال الصفائح الصخريه. دونك اون بو دير كون بلاك تكتونيك او بلاك ليتوسفيريك، اذا فراغمون ستابل دو لا ليتوسفير، واحد الجزء ولا واحد لا بارتي من ليتوسفير اللي هو ستابل يعني ثابت ستابل، ما كيكونش فيه دوك الانشطه. ديليميتي باغ دي زون انستابل، محدود محدود بواحد دي زون اللي هما انستابل. هذوك لي زون انستابل هما اللي فيهم البراكين وفيهم الزلازل. دونك سو كاركتيريزون سورتو باغ اون انتونس اكتيفيتي سيسميك اي فولكانيك. اذا هذوك لي زون انستابل هما اللي تيحدوا لينا الصفيحه الصخريه. لا ليتوسفير اي لونفلوب تيرست ريجيد دو لا سورفاس دو لا تير. Il a une épaisseur, et donc épaisseur pardon, d'une centaine de kilomètres. Donc l'éthosphère ou le relief sahari, et donc de la Terre, تقريبًا راه بعد عشرات الكيلومترات. et donc فهو et donc من مكونات الأرض. إلى شفنا المقطع، إذن الطول ديال الأرض غنلقاو بأنها كتكون بزاف ديال الأجزاء. عندنا الليتوسفير، عندنا المونتو اللي فيه المونتو سوبيريور المونتو انفيريور، عندنا لو نوايو اكسترن لو نوايو انترن. إذن فالأرض كتكون مجموعة من الطبقات، إذن غنشوفوهم في الفيديو الجاي إن شاء الله. بالنسبة للليتوسفير فهو مكون إذن العمق ديالو ولا السمك ديالو إذن عشرات الكيلومترات. إذن هاد الليتوسفير هذا مكون من مجموعة من الصفائح، إذا كتسمى الصفائح الصخرية اللي كتكون هي ستابل، ولكن بالنسبة للحدود ديالها دونك سو كونستيتو دونك باغ دي زون انستابل سو كاركتيريزون دونك باغ اون فورت ان اكتيفيتي سيسميك اي فولكانيك. غادي ندوزو لبارتي جورياليز. إذا بارتي جورياليز، السؤال الأول بروبوزي دي زيبوتيز اكسبليكون لا كونسنتراسيون دي سيسم et des volcans dans certaines régions de la surface du globe.
دونك هنا نقترحوا فرضيه، علاش كاينين هاد لي سيسم اي لي فولكان في مناطق، اذا في هاد المناطق هادي اذا سوسون دي زون اللي هما انستابل، دونك نقدروا نقولوا بان هاد المناطق هادو دونك سوسون دي زون انستابل، داكشي علاش كنلقاو فيهم هاد البراكين وهاد لي سيسم، دونك دي زون انستابل. سؤال تاني، comparer à partir des documents 1 et 2 la répartition mondiale des séismes et des volcans. Donc on peut dire comme réponse à partir de la comparaison des deux cartes représentant respectivement la répartition des volcans et des séismes, on constate ce qui suit. Donc les séismes et les volcans ne sont pas répartis de façon homogène à la surface de la Terre. هما راه ماشي يعني بشكل يعني متجانس مفر يعني محطوطين في لا سيرفاس يعني في اماكن اللي هما مقادين، دونك مي سون كونسونتري دون دي زون اتروات، هما يعني مركزين في دي زون اللي هما محدودين معروفين. لا ريبارتيسيون دي فولكان كوانسيد اكزاكتومون، دونك كوانسيد اكزاكتومون افيك سيل دي سيزم، اذا حتى هي هذوك لي فولكون كاينين في نفس لي زون اللي كاينين فيهم لي سيسم. السؤال الثاني او الثالث، هنا عندنا السؤال الثالث، utiliser les documents 1 et 2 et 3 pour déterminer les caractéristiques des limites des plaques lithosphériques. دونك حنا لي ليميت غادي نحدو دونك لي كاركتيرستيك، لا سورفاس تو دابور، لا سورفاس دو لا تير ات ان بوزل دو بلاك ليتوسفيريك. Une plaque lithosphérique est une zone délimitée stable, délimitée par des zones instables, se caractérisant par une forte activité sismique et volcanique. Il existe des plaques purement océaniques, yani des plaques, ça fait hasakhriya kulha fiha ghir l'océan, le mohit, et des plaques mixtes li fiha comportant des parties océaniques et des parties continentales, fiha juz' min al-qara wa juz' min al-mohit. L'ensemble des plaques lithosphériques constitue la lithosphère, l'relief sakhri. C'est une enveloppe rigide de la Terre épaisse, donc d'une centaine de kilomètres. Sous-elle akhir, à partir de document 3, proposer une définition simple de la plaque lithosphérique. Donc, n'arfo le safiha sakhriya. Donc, la plaque lithosphérique, on peut dire, donc tout simplement, partie stable de l'enveloppe terrestre, délimitée par des zones instables, se caractérisant par une forte activité sismique et volcanique. Donc voilà, إذن هذا هو الدرس ديال اليوم. إذن شفنا فيه فقط مفهوم الصفيحة الصخرية. إذن شفنا بأن الأرض، إذن السطح ديال الأرض مكون من صفائح صخرية. إذن كاينين صفائح صخرية اللي متكونة كلها غير من المحيط، وكاينين صفائح صخرية اللي فيهم إذن المحيط وفيهم جزء من إذن القارات. اذا وكاين واحد هاد لي زون اللي شفنا، اذا الصفيحه الصخريه فهي كتكون واحد البارتي ستابل اذا ثابته، وكتكون محدوده بدي بارتي اللي هما نون ستابل، يعني كيكون فيهم واحد النشاط بركاني، واحد النشاط زلزالي، اذا تيحد هذيك الصفيحه الصخريه. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو، الى اللقاء.